السلام عليكم. انا عايز اخد سكشن 3 دي الحاجه جوه المبنى. في اكتر طريقه لكده، ممكن اجي مثلا اعمل سيلكت لبعض العناصر وليكن مثلا دوت ودوت وده، واخد مثلا الباب دوت والحته ديت واقول له من هنا انا عايز سيلكشن بوكس تظهر معايا بالشكل دوت. طيب انا عايز اعمل سيلكت للسكشن بوكس دوت، فهضيف على الزرار ده بتاع الهيد لاين فيبدا يجيب لي سيكشن بوكس اقدر اصغره بالشكل دوت، بحيث ان انا ابقى شايف حاجة 3D بالشكل دوت. او اقدر اجي هنا ادوس رايت كليك واقول له اورينت تو فيو واختار مثلا سيكشن معين اهوت وابدا احركه بالشكل دوت. ونفس الفكرة اجي هنا وابدا احرك بحيث ان هو يظهر معايا الجزء اللي انا عايزه بالشكل دوت.